رئيس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر قضيبية صباح اليوم. وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي: رفع مجلس الوزراء بمناسبة يوم قوة دفاع البحرين خالص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. كما هنأ المجلس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وكافة الضباط وأفراد ومنتسبي قوة دفاع البحرين بهذه المناسبة، مشيدا المجلس بالدعم الملكي السامي من لدن جلالة العاهل المفدى الذي أحدث نقلة نوعية في أدائها وجعلها تتمتع بكامل الجاهزية وحسن الإعداد تدريبا وتسليحا، منوها مجلس الوزراء بما تشكله قوة دفاع البحرين من سياج منيع في الذود عن حياد الوطن والمساهمة بفعالية مع قوات الدول الشقيقة والصديقة. بعدها أشاد مجلس الوزراء بدور الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية إيطاليا الصديقة، وبالمباحثات التي يجريها سموه مع كبار المسؤولين في الحكومة الإيطالية وبالاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ستوقع خلالها في تطوير مجالات التعاون بين البلدين الصديقين سياسيا وتجاريا واقتصاديا بما يخدم المصالح المشتركة بينهما، مشيدا المجلس بعمق العلاقات بين البلدين وبحرصهما على دعمها وتعزيزها وبدور زيارة رسمية لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في توثيقها وتطويرها. وبمناسبة انطلاق اليوم الوطني الرياضي لمملكة البحرين، فقد قرر مجلس الوزراء أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 11 من فبراير 2020 نصف يوم عمل في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لإفساح المجال أمام العاملين فيها إلى المشاركة في فعاليات اليوم الوطني الرياضي بما يكرس دور الرياضة كثقافة مجتمعية أصيلة وأسلوب حياة. ثم استعرض مجلس الوزراء مستجدات الأوضاع وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية. في هذا الصدد فقد اطلع المجلس على نتائج اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، حيث رحب مجلس الوزراء بما جاء في البيان الختامي لجامعة الدول العربية من دعم للقضية الفلسطينية وتأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي لحل الصراع، وملوها المجلس ضمن هذا السياق بخطة السلام الأمريكية كمنطلق للعودة إلى المفاوضات ضمن إطار دولي، معربا المجلس عن تقديره للإدارة الأمريكية ومساعيها لحل القضية الفلسطينية وترحيبه بكل جهد دولي يحقق السلام العادل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويدفع بعملية السلام للوصول إلى اتفاق يحقق للشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية المعتمدة. مجددا المجلس التأكيد على موقف مملكة البحرين الثابت من القضية الفلسطينية ودعمها لكافة الجهود والمبادرات التي تؤدي لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. بعد ذلك تابع مجلس الوزراء الجهود المبذولة والإجراءات الاحترازية الجاري تطبيقها لمنع وصول فيروس الكورونا، واطلع المجلس على آخر المستجدات والتطورات بهذا الخصوص. وشدد مجلس الوزراء على أهمية المضي في الإجراءات الوقائية المشددة، وقرر المجلس اتخاذ خطوات جديدة لمنع وصول العدوى إلى مملكة البحرين بتشكيل فريق للتصدي لخطر العدوى بفيروس الكورونا برئاسة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، يتولى إدارة الإجراءات الاحترازية والوقائية طبيا ويقوم بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث فيما يتعلق باختصاصات اللجنة وبخاصة حيال الحالات المشتبه بإصابتها أو في حال اكتشاف أي حالة في البلاد لا قدر الله. بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله وذلك على النحو الآتي: أولا، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بتنفيذ 4 مشاريع تعليمية خدمية بمحافظة المحرق ومدينة حمد، فقد تابع مجلس الوزراء الموقف التنفيذي لتلك المشاريع والمتعلقة بإنشاء مدارس جديدة في جلالي ومدينة حمد وترميم المدارس القائمة في محافظة المحرق وزيادة خدمات التنظيف بالمدارس، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير التربية والتعليم والتي أحالها المجلس
المجلس إلى كل من اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي واللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية. كما تبع مجلس الوزراء تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء استكمال الاحتياجات الخدمية التعليمية لأهالي قرية باربار، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير التربية والتعليم، حيث وافق المجلس على ما تم اتخاذه حيال ما تقدم به في ذلك احتياجات وزارة التربية والتعليم على صعيد القوى البشرية والجانب الإنشائي من خلال الخطة الإنشائية الجديدة التي وضعتها الوزارة للسنوات 2020 و2030، والتي ستغطي احتياج المحافظات من المدارس الجديدة أو صيانة المدارس التي تم إخلاؤها مؤقتا أو الصيانة المطلوبة لجميع المدارس من خلال الفترة المشار إليها. ثانيا، استعرض مجلس الوزراء سير العمل في المشاريع التنموية الجاري تنفيذها في قطاعات الطرق والصرف الصحي ومشاريع البناء والصيانة، والتي تشرف عليها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وعددها 100 ومشروعان بقيمة تقديرية بلغت 379 مليون دينار، منها 20 مشروعا بقيمة 171 مليون في قطاع الطرق، و53 مشروعا بكلفة 121 مليون في قطاع الصرف الصحي، بالإضافة إلى 29 مشروعا بكلفة 86 مليون في قطاع مشاريع البناء والصيانة. فيما أخذ المجلس علما بالمناقصات التي أرسيت وطرحت خلال العام الماضي 2019 في القطاعات الثلاث آنفة البيان، حيث بلغ مجموع المناقصات التي أرسيت 89 مناقصة بكلفة إجمالية قدرها 199 مليونا، بينما بلغ عدد المناقصات التي طرحت 93 مناقصة بكلفة حوالي 107 ملايين دينار. ثالثا، قرر مجلس الوزراء تعديل قانون إيجار العقارات الحالي الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2014، وذلك بإلغاء لجنة المنازعات الإيجارية والتي نص عليها قانون إيجار العقارات وإسناد اختصاصاتها إلى المحكمة الكبرى المدنية. وحال المجلس إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجارات العقارات الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2014 وفق المادة 97 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. رابعا، وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون محكمة التمييز لتبسيط إجراءات قبول الطعن أمام محكمة التمييز، وتعديل مبالغ الرسوم وكفالة ضمان الجدية للطعن أمام محكمة التمييز في المواد المدنية والتجارية وفي المواد الشرعية والأحوال الشخصية. وأحال إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989 وفق المادة 97 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. خامسا، وافق مجلس الوزراء على استضافة مملكة البحرين لندوة إقليمية حول استشراف مستقبل التعليم في الوطن العربي خلال الفترة من 22 إلى 23 من مارس 2020 بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم والمزمع تنظيمها. سادسا، وافق مجلس الوزراء على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الأمن الغذائي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتنمية وتطوير العلاقات القائمة بينهما والتعاون المشترك في المجالات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني والثروات البحرية التي من شأنها المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. سابعا، وافق مجلس الوزراء على إدراج مرض التصلب المتعدد ضمن فئة الأمراض المزمنة، وذلك تحقيقا للرغبة المرفوعة لهذا الغرض من مجلس النواب، فيما حال إلى مجلس النواب رد الحكومة على اقتراح برغبة بشأن توفير أطباء متخصصين في المراكز الصحية.